الاستحقاق من الطبقة الثانية. اسم الشهيد عميد ساطع عبد العزيز النعماني. كرمت مصر الأم الحنون على أبنائها شهداء مصر من الشرطة الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم في عيدهم 67. فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أسماء الشهداء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. اسم الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السمديسي. تتسلم الوسام والدة الشهيد السيدة سامية عبد المنعم محمد. إن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية سيكتب التاريخ أنها كانت من أصعب ما واجه هذا الوطن على مدار تاريخه الحديث، وسيكتب التاريخ أيضا بحروف من نور أسماء وبطولات كل من ساهم خلال تلك الفترة القاسية في حماية وطنه والدفاع عن مقدرات شعبه، فلم يرهبه الخوف من عدو ولم ترى عيناه سوى مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. وتستمر التضحيات التي يقدمها أبناء الوطن من أجل أمن الوطن ورفعته. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة. غدا بإذن الله تحتفل مصر بعيد الشرطة. عيد الشرطة لا يمكن الاحتفال بهذا العيد إلا بتذكر شهداء الشرطة من ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن. كلنا بنعيش في أمان في ظل وجود من يقف ويدافع بروحه عننا وإحنا نايمين في بيوتنا. الحقيقة النهاردة يسعدني ويشرفني أن يكون معايا في هذه الوقفة الحوارية أبو بطل من أبطال الشرطة، الشهيد الرائد أيمن حاتم، والده سيادة اللواء حاتم عبد الرحيم. اسمحوا لي أرحب بضيفي. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. سيادة اللواء، في البداية عايزة حضرتك تعرفنا بنبذة عن الشهيد البطل الرائد أيمن حاتم. هو حضرتك ابني البطل الشهيد أيمن حاتم. حضرتك ده خريج دفعة 2008 وعمل في كذا اسم، منهم أول اسم اشتغل فيه كان اسم الجمالية، ثم تولى في انتقل إلى المباحث، اشتغل في قطاع المباحث بتاع الشرق، ثم التجمع، ثم اسم مصر الجديدة، ثم اسم بدر، وقعد في اسم بدر 4 سنين، ثم نقل بعد كده إلى معاون مباحث عين شمس، وفي الفترة دي تقريبا قعد 4 شهور. بعدها كلف بالعمل في كمين متحرك، كمين أمن متحرك على طريق الواحة ميدان محمد زكي، وحصل استشهاد في اليوم ده بواسطة بعض العناصر الخونة من عناصر حاسم. اسمح لي سيادة اللواء تفاصيل أكتر بقى عن حادثة استشهاد الرائد أيمن حاتم. هو حضرتك الحادثة دي حصلت يوم 1/5/2017، كانت تقريبا الساعة 11:30 بالليل. هم كانوا مكلفين عربيتين بيمروا على طريق الواحة ميدان محمد زكي، وطلعت مجموعة من العناصر الإرهابية، 3 عربيات من العناصر الإرهابية قطعت الطريق وبدأوا يتعاملوا معاهم. بصراحة الكمين تعامل مع المجموعة دي، ولكن كانت الأسلحة اللي موجودة معاهم كان تقريبا رشاش أو حاجة زي كده، فكان أسرع بأن هو يتعاملوا مع العربية، وبالتالي هم طبعا كانوا واخدين وضع أن هم نزلوا من العربيات وبدأوا يتعاملوا، ودول كانوا لسه موجودين في العربية. ورغم كده بصراحة يعني، وأنا شفتهم طبعا بعد الاستشهاد، هم المجموعة كلها تعاملت مع العناصر الإرهابية دي، وده سهل إن هم بعد كده يتقبض عليهم على واحد ويقر على الباقي، وطبعا اتضربوا بالنار وماتوا. طب يعني حضرتك والد الشهيد البطل، أحب يعني أتعرف عن قرب عن أسرة الشهيد البطل. هو أسرة الشهيد حضرتك بتتكون من الأب والأم وثلاث أبناء. أيمن ابن الأوسط، ابن الكبير أحمد ده محاسب، وأيمن ده ضابط شرطة اللي هو الأوسط، والصغيرة خالص مهندسة بتشتغل مهندسة يعني في أحد الشركات. والحمد لله احنا أسرة بسيطة،
من عامة الشعب، ودخل ابني قدم زيه زي أي واحد في كلية الشرطة وقبل، وده كان مناه لأن هو كان بيتمنى يعني من صغره أنه هو عايز يلتحق بأي حاجة عسكرية. يمكن حضرتك ده يعني أخدتنا في الكلام أو فكرتنا بهذا الكلام، أن حضرتك التحق بالمدرسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية، ورغم سن الصغير ده كان في ستة ابتدائي، حصل على ستة ابتدائي ودخل أولى إعدادي. فهو في أولى إعدادي السن الصغير ده كان في مدرسة داخلية في الإسماعيلية، مدرسة رياضية عسكرية، وكان في فريق الطايرة في هذه المدرسة. وبعد كده طلع من المدرسة دي بعدها بسنة لأنه حلوا الفريق، والتحق بالمدرسة العادية، ولكن كانت أمنيته أنه هو يلتحق بأحد الكليات العسكرية. حتى قلت له يا ابني قدم في الجامعة وقدم في كليات العسكرية، قال لي لا أنا هقدم كليات عسكرية. وكان نصيبه أنه هو يقبل في كلية الشرطة. ويعني يمكن ترتيب القدر بيكون على خلاف اللي احنا عايزينه، هو ترتيب القدر ربنا مرتب له يخش كلية الشرطة ويتخرج منها ويلتحق بكذا شغلانة. يمكن حضرتك أيمن الخبرة اللي أخدها في فترة عمله العشر سنين من يوم تخرجه ليوم استشهاده، يعني يمكن ما يحصلهاش في 30-40 سنة. نعم. والعلاقات اللي عاملها مع زمايله ومع الأماكن اللي اشتغل فيها، يعني بصراحة الناس يعني مش هقول لحضرتك الناس بتقول عليه إيه لأن شهادتي هتبقى مجروحة، ولكن اللي بيكتب عنه في مواقع التواصل الاجتماعي والناس اللي حضرت الجنازة، مش عايز أقول لحضرتك إن الجنازة بتاعت أيمن لما طلعت من أكاديمية الشرطة لمكان المقابر، يعني كانت عبارة عن أقول لحضرتك فرح ماشي فيه أكتر من 500-600 عربية، زمايله وكل الجهات كانت موجودة بصراحة، يعني وزارة الداخلية وزارة الدفاع، يعني مش عايز أقول لحضرتك يعني كان الموقف شكله إيه. طب سيادة اللواء تحدثني عن استقبال الأسرة لنبأ استشهاد ابنها الغالي الرائد أيمن. والله حضرتك أنا عرفت عن طريق السوشيال ميديا إن في كمين اتضرب في طريق الواحات. وحضرتك كنت عارف إن هو في الكمين؟ لا 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 ما بتعرفش هو لا لا ما بعرفش هو فين. حضرتك هو ما بيقولش أنا طالع فين أو الشغل بتاعه إيه، لأن دي حاجته وأسراره، هو يعني متكفل أمين بيها. آه بالظبط يا فندم. هو حضرتك أنا كده بشوف في السوشيال ميديا بالليل تقريبا الساعة 11:30، فلقيت خبر مكتوب إن في كمين في الواحات اتضرب. فانا قلت اقول لايمن ان يعني يخلي باله ويبقى هو زفران في خدمته يخلي باله ان في حصل كذا كذا، يعني بنقل له الخبر. ففوجئت بتليفونه مقفول. اتصلت بيه عده مرات تليفونه مقفول، فكلمت زوجته قلت لها هو ايمن حد كلمك؟ قالت لي اه في حد كلمني من الاسم قالوا لي ايمن متصاب وتعالي عشان نوديك عنده. قلت لها لا كده انا اللي عرفته ان كده بالوضع ده يبقى ايمن استشهد. وطلعت اتحركت على مستشفى الشرطه حضرتك، وكانت والدته في البيت ما تعرفش لغايه الساعه 2 اخواتها راحوا لها واخدوها ويعني بلغوها الخبر بطريقه معينه. كنت انا بقى في المستشفى ودخلت وشفتهم. بصراحه حضرتك يعني انا شفت وضع، شفت كانوا هم ثلاثه اللي استشهدوا، ثلاثه ملائكه. مش عايز اقول لحضرتك الوضع، انا شفت الشهيد الرائد محمد وهبه وامين الشرطه اللي كان موجود عبد الحميد وأيمن، الثلاثة مش عايز أقول لحضرتك يعني أنا شفتهم ملايكة نايمين، واحد نايم مش واحد متوفي، نايم. والإصابات بتاعتهم طبعا يعني الإصابة بتاعتهم تعمدوا حتى يضربوا في أيمن، لأن أيمن كان في جهة الضرب. مش عايز أقول لحضرتك تعمدوا في أيمن يعني على إيده، وفي إصابات شديدة في إيده يعني. نعم. ولغاية لدرجة أنه كان بيضرب، راحوا نازلين له من العربية ودخلوا له العربيه اللي هو قاعد فيها، يعني وجهوا له طبعا دفعه جامده من النيران يعني. وانا لما رحت المستشفى حضرتك في مستشفى الشرطه وببص على ابني يعني بودعه الوداع الاخير، انا لقيت في اصابات في ايده، وايده عامله كده اهو اللي هي ماسكه المسدس. ودي حضرتك في الطب الشرعي ان ساعه خروج الروح بتفضل الجسد على اخر وضع كان فيه. نعم. فعلا، ولكن الحمد لله انا شفته. واقول لحضرتك يعني بالنسبه لي يعني احنا ربنا يعني الهمنا الصبر وادانا القوه والشجاعه ان احنا كنا يعني متماسكين. هو طبعا راح مننا، ولكن كنا متماسكين جدا لغايه لما احنا عملنا الجنازه ودفننا، وبعد كده بقى الالم بدا يطلع.
طبعا بالفراق بتاعه، لكن هو اقول لك حبيبي يعني كان في قمة الأدب والذوق والتواضع وكل حاجة فيه. ربنا يرحمه. اسمح لينا سيادة اللواء، معنا عبر الهاتف الدكتور سامح النعماني شقيق الشهيد البطل الساطع النعماني. برحب بحضرتك دكتور سامح. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور سامح، بالأمس كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الراحل الشهيد ساطع النعماني بوسام، أو هذا التكريم ماذا يمثل لأسرة الشهيد ساطع النعماني؟ هو طبعا أول تكريم من ربنا هو تكريمه بالشهادة. نعم. ده أحسن تكريم في الدنيا يعني، وطبعا تكريم السيد الرئيس بالوسام ده يعني كمل فخرنا بيه، كمل إحساسنا إن يعني دمه ما راحش هدر، ويا رب نفضل نفتكر طول الوقت هو واللي زيه اللي قدموا حياتهم لمصر، يا رب نفضل نفتكر الوقائع دي وما تروحش من ذاكرتنا أبدا، لأن الطرف الآخر بيعتمد على ضعف الذاكرة عندنا. نعم. بالتأكيد مصر لن تنسى أبدا شهدائها وأبنائها اللي ضحوا بأغلى ما يملكون وهو الروح، يعني ما فيش أكتر من كده إن حد ممكن يضحي بنفسه علشان بلده وعشان الآخرين. طب دكتور سامح اسمح لي، كيف ترى جهود الدولة في رعاية أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والقوات المسلحة؟ لا طبعا دي حاجة لا تنكر، يعني هو بصراحة الدولة قايمة بجهود كبيرة قوي، وأنا لمسها بنفسي يعني مع أسرة الشهيد ساطع. لا ما تأخروش لحظة واحدة، وربنا يصبرهم، ربنا يصبرهم ويصبرنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك دكتور سامح النعماني شقيق الشهيد البطل ساطع النعماني على هذه المداخلة. سيادة اللواء، يعني فكرة إن البطل يضحي بنفسه من أجل الواجب، من أجل الوطن، من أجل المهنة اللي هو كانت اختياره وسعى إليها بهذا الإصرار من أولى إعدادي لغاية ما التحق بكلية الشرطة، يمكن صناعة البطل هو بطل ربنا يرحمه، لكن الأسرة لها دور كبير في صناعة هذا البطل بهذا الشكل، بهذه المواصفات اللي حضرتك تحدثت عنها ان بيذكرها اصدقائه ومحبيه من كل اللي عمل معاه. هو حضرتك زي ما انا قلت لحضرتك احنا اسره عاديه جدا من الشعب، وطبعا ظروف ان انا كنت في قوات مسلحه وسفريات كتيره نظرا ان انا كنت بشتغل في مناطق بعيده، فكان العبء الاكبر كان على والدته. نعم. فبصراحه هي احسنت تربيتهم مع التوجيهات في النزول وكنت يعني معاهم، فطبعا حضرتك بصراحة كل الولاد متربيين على الأدب والأخلاق، وفي نفس الوقت هم الثلاثة طلعوا مترابطين مع بعض جدا جدا. يمكن هقول لحضرتك أنا بنتي كانت حاطة الصورة الشخصية بتاعتها على الفيسبوك، عاملة نص وشها ليها ونص وشها الأيمن، لما تشوفيها حضرتك تلاقيهم الاثنين زي بعض يعني متشابهين جدا. فالحمد لله احنا يعني ربناهم على التقوى وربناهم على عفة النفس وعلى القناعة، وكان أيمن قنوع بصراحة يعني ملوش أي مطامع، وكان قنوع جدا جدا جدا، وكانت أي حاجة بترضيه، وكان حازم في شغله. لأن أول ما تخرج حضرتك قعدنا معاه وقلنا له يا ابني أنت في مكان، هذا المكان لازم تصونه وتحافظ على نفسك وتحافظ على كرامتك، أوعى تقبل حاجة حرام، أوعى تظلم حد، لأن لو حد دعا عليك هيبقى حاجة مش كويسة. والحمد لله والشكر لله حضرتك يمكن ابني في اسم الجمالية كان سابه بقاله فترة طويلة، الناس متذكرة بكل خير، الناس علقت يوفته بعد الاستشهاد قعدوا معلقينها فترة، لدرجة ان في واحد مازال لغاية دلوقتي معلق صورة ايمن وبيقول انا موصي حتى لو مت تفضل صورة ايمن موجودة فيه. الحاجة التانية حضرتك برضو من الحاجات الكويسة اسم شرطة بدر الضباط بالمأمور، كان في موقع سكني بيتبني وكان في جامع. نعم. أصروا إن يتعمل هذا الجامع باسم أيمن، وأخذوا الموافقات كلها من الجهات المختصة وعلقوا الجامع ده، علقوا عليه مسجد الشهيد أيمن حاتم في مدينة بدر، ودي حاجة طبعا شرفتنا. وبعد كده حضرتك سيادة المحافظ بصراحة محافظ القاهرة مشكورا أطلق اسم الشهيد الرائد أيمن حاتم على إحدى شوارع مصر الجديدة اللي هو نشأ وتربى فيها، ودي كانت حاجة حضرتك أسعدتنا بصراحة،
هو ما فيش حاجه هترجعه لنا ولا حاجه هتعوضنا ابننا الغالي، ولكن ده اسعدنا ان الدوله واقفه جنبنا، ان الدوله بتساندنا، ان ابني يبقى ليه جامع باسمه وشارع باسمه عشان ولاده لما يكبروا يعرفوا ان ابوهم بطل، ودي حسن الخاتمه اللي هو يعني ربنا وعده بيها. الشهيد البطل عنده اولاد قد ايه يا سيادة؟ هو ايمن عنده ولد وبنت، عنده سيف 8 سنوات وعنده ليان 3 سنين ونص، ويعني ومرات ست كويسه وربنا يعينه على تربيتهم يعني، ويطلعوا احسن ناس في الدنيا ان شاء الله ويدافعوا عن مصر ان شاء الله. ان شاء الله. طب سياده اللواء، يعني حضرتك شايف، حضرتك تحدثت عن اطلاق اسم الشهيد البطل ايمن حاتم على مسجد وعلى شارع، الجهود اللي قامت بيها الدوله لرعايه اسر الشهداء والمصابين وما توفره من يعني تسهيلات او مميزات بيحظى بها اسر الشهداء والمصابين، فأي إطار حضرتك بتقيم هذه الجهود؟ وفي نفس الوقت لو في حاجة ناقصة إيه ممكن يكون المطلوب؟ هقول لحضرتك على حاجة، يعني بالنسبة لوزارة الداخلية اللي هو ابني يتبعها، بصراحة وزارة الداخلية من أول استشهاد لغاية دلوقتي ما سابوناش، سواء مديرية الأمن، مديرية أمن القاهرة، العلاقات الإنسانية، يعني مش عايز اقول لحضرتك مجموعه الضباط عشان ما يعني ما انساش حد فيهم، العلاقات الانسانيه في وزاره الداخليه دي يعني اقول لحضرتك ايه، تحت ايدينا في اي مناسبه بيدعونا، افطار رمضان، اي مناسبه تلاقي الاتصالات، اي مناسبه الاجتماعات، فبصراحه يعني هم مش سايبيننا خالص. نعم. ولو على كده حضرتك الاجهزه التنفيذيه زي محافظ القاهره في موضوع تسميه الشارع، وزاره الاوقاف في موضوع المسجد اللي في بدر، كل الكلام ده الحمد لله، يعني الحمد لله هم واقفين جنبنا والدولة كلها واقفة جنبنا ومراعين ابنه سواء في المدارس أو كل الكلام ده مراعين ابننا بصراحة يعني. نعم. اسمح لينا سيادة اللواء، معنا الأستاذة منى أمين جعفر زوجة الشهيد المقدم أحمد أبو الدهب. برحب بحضرتك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي أستاذة منى. تحدثينا عن المقدم الشهيد أحمد أبو الدهب. والله هو أحمد يطلق عليه اسم شهيد الشهامة لأنه هو استشهد بشهامته وبرجولته، ما كانش أثناء شغله، كان راجع من شغله ولقى بنتين بيتعرضوا لحادث سرقة من ثلاثة بلطجية من متسلحين، وطبعا بيستغيثوا باي حد ينقذهم، هو اللي نزل ينقذهم، فهو اطلق عليه شهيد الشهامه والرجوله. استاذه منى، الشهيد المقدم احمد ابو الدهب كان يعني استشهد في حادثه او جريمه جنائيه وليس جريمه ارهابيه. تمام. طب جهود الدولة لرعاية أسرة الشهيد المقدم أحمد أبو الدهب وهو من ضحايا يعني جريمة جنائية وليست جريمة إرهابية كما يظن البعض، أن ربما تكون الدولة بتحتضن أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية فقط؟ لا تمام، هو كل الوزارة بترعى ولادها، بتشاركهم في عيد المتفوقين، يعني لما الأولاد بيبقوا متفوقين دراسيا بيعملوا لهم حفلة بيشجعوهم ان هم يتفوقوا اكتر، يبقى حافز ليهم، يعني بيعوضوهم، وده طبعا هو طبعا محدش يقدر يعوض عن الأب طبعا، بس هم بيحاولوا يشاركوهم فرحتهم في يوم زي دوت ان هم يبقوا معاهم. نعم. أستاذة منى، حدثينا عن الأطفال إزاي بيتعاملوا مع فكرة أن الوالد شهيد وبطل وضحى بحياته من أجل الواجب والوطن والشهامة زي المقدم أحمد أبو الدهب. هم واخدينه مثال للبطولة، عندي محمد ومصطفى وبيسان ولوزي، دايما محمد ومصطفى يقول انا هطلع ضابط زي بابا علشان ابقى شجاع وما اخافش من حاجه، حتى البنات برضو دايما يقولوا احنا برضو هنطلع ضباط. نعم.
أنا بشكرك أستاذة منى أمين جعفر زوجة الشهيد المقدم أحمد أبو الدهب على وجود حضرتك في هذه المداخلة معنا. يمكن سيادة اللواء القاسم المشترك ما بين كل الشهداء، يعني سبحان الله كلهم بيجمع ما بينهم التفاني الشديد في العمل وأيضا الشهامة، يعني الإقدام والشجاعة وأيضا الشهامة. يعني الشهيد البطل أحمد أبو الدهب استشهد في حادثة جنائية وحمى بنتين بروحه بنفسه. أيوة. الفكرة دي إزاي بيوصل ليها الضابط؟ إزاي بيوصل ليها فرد الشرطة إن هو يكون عنده الاستعداد إن هو يضحي بنفسه؟ ودي يمكن أغلى ما يملكه أي إنسان. هو حضرتك في البداية فندم في أثناء التقديم للكلية بيكون في بعض الكشوفات المتخصصة النفسية، وبيشوفوا اللي قدامهم ده بيقيسوا فيه بعض المميزات، وعشان كده حضرتك بتقدم عدد كبير وبيتاخد منهم مجموعة معينة هم اللي بيخشوا كلية الشرطة وبيبدأوا أوقات مسلحة وبيبدأوا يسقلوا هذه المهارات فيهم، وفي الآخر وهم بيتخرجوا حضرتك بيقسموا يمين الولاء إن هو يدافع عن مصر وعن بلده وما يتركش سلاحه حتى يذوق الموت. وده القسم اللي بيقسمه وهو بيتخرج. وبالتالي هم عندهم عقيده حضرتك ان يا الموت يعني يا الشهاده يا ينفذ المهمه اللي هو طالعها. وبالتالي جميع الضباط سواء شرطه او قوات مسلحه عندهم هذا المبدا، وهو داخل حضرتك على 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 جريمه بيقبضها او بينفذ مهمه معينه ما بيفكرش ان هو ممكن يموت. والا حضرتك يعني يمكن هم ايمن حتى قبل ما يستشهد كاتب حاجه كده، يا رب اذا حضرتني الوفاه سخر لي من نقلني الشهادتين. يعني الحاجات دي بتنم على ايمان عالي جدا. وكان في واحد زميل لي استشهد وراح كاتب على الموقع بتاعه قال احنا بدات اغتيالات ضباط الشرطه وبرده ما بنخافش. يعني هو حضرتك عندهم عقيده عدم الخوف وان هم ما يهربوش من الميدان. يعني زي الضابط اللي حضرتك المقدم اللي هو دخل لينقذ بنتين واستشهد، ده حضرتك ما فكرش ان هو هيموت ولا لا. والضابط مصطفى عبيد اللي دخل يفك قنبله، واحد داخل وعارف انه ممكن يموت بعد ثانيه ما فكرش او يتراجع، لان هو عنده العقيده ان هو هينفذ المهمه المكلف بيها حتى لو كلفته حياته، المهم ان هو ينفذ المهمه المكلف بيها. فهو ده حضرتك عقيده عند جميع ضباط الشرطه والجيش ان هم يا النصر يا الشهاده. طب اسمح لي سياده اللواء، حضرتك تحدثت ان يمكن الشهيد البطل ايمن حاتم كان العبء الاكبر في تربيته كان على الام. ايوه. عايزه اعرف استقبال الام ومعاناه ام الشهيد اللي هي بالتاكيد كلنا حاسين بيها. هو والله يا فندم يعني احنا ما بننساش ايمن خالص، يعني حتى ولاده لما بيجوا بيفكرونا طبعا، احنا ما بننساوش ابدا، هما بنشوفه في ولاده. واحنا حضرتك دايما حتى يمكن مامته لسه كانت بتقول انا بحس ان هو موجود معايا في الشقه، الالم حضرتك جوانا. نعم. ولكن التضحيه كبيره، الهدف الاكبر اللي هو مصر، الشرذمه دي اللي كانت عايزه تخطف مصر، هو ده كان الهدف الاكبر ان هم ياخدوا مصر. لكن احنا الهدف بتاع ولادنا اللي هم في الشرطه وقوات مسلحه ان هو الولاء ليهم للوطن. وحضرتك احنا كلنا احنا والاخوات ومامته، يمكن مامته اكتر واحده متاثره بهذا الكلام، ان فلذة كبدها ده لما يروح ده حاجه كبيره جدا. يمكن احنا عندنا تماسك شويه، لكن الام حضرتك بتبقى ألمها كبير، ولكن بنحاول ان احنا هي تبقى كاتمه ألمها. وهو طبعا هي طبعا مؤمنه بالله، احنا طلعنا حج الحمد لله وطلعنا عمره وزاره الداخليه طلعتها لنا، فاحنا شفنا حاجات لايمن، يعني اقول لحضرتك حاجات الحمد لله، يعني بنقول هو ده مصيره وكان ممكن يبقى يموت على السرير، ولكن دي حسن الخاتمه اللي ربنا كاتبها له، اتعمل له 10 عمرات من الناس. مش عايز اقول لحضرتك حاجات الحمد لله كتيره جدا، الحمد لله. الحمد لله. طب سياده اللواء، واحنا بنتحدث عن يعني الشهداء، والرئيس امبارح كان بيقول ان يمكن من اصعب المواقف اللي بيمر بيها وبيبقى متحسب ليها هي لقاء اهل وذوي الشهداء والمصابين.
لكن هو أكد أن الكل بيكون عنده نفس الروح، أنه هو عنده صحيح هو ضحى بابنه أو بزوجها أو بأغلى الأعزاء يعني على القلب، إلا أنه هم عندهم نفس الإحساس لو اتحطوا في الموقف تاني يضحوا بالابن تاني أو بالغالي. أيوة. شخص الغالي ده يضحوا بيه تاني من أجل مصر. ايه الروح دي يا فندم؟ والله يا فندم هو حضرتك سيادة الرئيس احنا كرمنا بصراحة السنة اللي فاتت ومنح ابني وسام الاستحقاق، وهو بيتكلم معانا حضرتك اللي بتشوفي سيادة الرئيس وهو بيسلم علينا او بيتكلم، يعني هو متأثر ان دول ولاده. ايوه متأثر جدا يعني حضرتك، وطريقة سلامه وطريقة كلامه ده القائد، ده القائد اللي بيحس بناسه بيحس بشعبه بيحس بالألم اللي الناس فيه، وهو حضرتك القضاء والقدر احنا مش هنقدر نحيد عنه، ولكن هو برضه سياده الرئيس ما نسيش الحته دي حضرتك، وعمل المجلس القومي لرعايه اسر الشهداء في العاصمه الاداريه الجديده. نعم. ودي حاجه كويسه جدا جدا ان هيبقى في تواصل من الدوله كمان، يعني غير وزاره الداخليه دي هم متواصلين على طول، هيبقى في تواصل من المجلس القومي لرعايه اسر الشهداء على طول بالاسر الشهداء، ودي من احساس الرئيس بالقيمه اللي هم عملوها فشكل المجلس القومي لأسر الشهداء. نعم. أنا في نهاية هذا اللقاء أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على وجودك معنا سيادة اللواء حاتم عبد الرحيم والد الشهيد البطل الرائد أيمن حاتم. أنا بشكر حضرتك وسعيدة أن أنا قابلت حضرتك، ويعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، الشهداء أعظم من أن احنا نتكلم عنه. شكرا يا فندم لحضرتك والسادة المشاهدين، وده شرف ليا، وانا حاجه واحده انا فخور ان انا ابوه، مش هو ابني، انا فخور ان انا ابوه، ابني بطل 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 والحمد لله. وكل الشهداء احنا ما بنقعد مع بعض حضرتك في اي اجتماع كلهم كل الاسره لما تيجي تحكي على ابنها ليه كانه بيحكي على ابني. نعم. من الشهامه والتضحيه والرجوله يعني بصراحه يعني، وانا بقول يعني الحمد لله اولادنا في مكان احسن، وأنا بدعي لكل أسر الشهداء إن ربنا يصبرهم على فراق أولادهم. ربنا يصبركم جميعا على فراق كل غالي، وبالتأكيد حضرتك فخور بيه وإحنا كمان ومصر كلها فخورة بيه وباللي زيه. شكرا. أنا بشكرك يا فندم لوجود حضرتك معنا، وبشكركم أيضا مشاهدينا، وغدا بإذن الله لقاء جديد وحلقة جديدة من القاهرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.